هو ردود افعال الناس الحمد لله، الحمد لله يعني ربنا كرمنا وفيلم الحمد لله ناس كتير شادت بيه وكده. انا هتكلم عن نقطه بس اللي كان يهمنا في الموضوع، هم فعلا المصابين، يعني الناس دي تستحق اكتر من كده بكتير جدا. تقريبا انا عملت افلام قصيره، اتكرمت في الاردن، اتكرمت في لبنان، اتكرمت قبل كده حوالي 3 مرات، بس فعلا ما حسيتش بالتكريم بجد غير لما يعني واحد من احد المصابين كلمني او 2 كلموني وشكروني، فده بجد كان التكريم ساعتها. يعني انا حسيت فعلا ان انا عملت حاجه قبل كده. عملت افلام قصيره واتكرمت عنها في اكتر من مكان، بس هنا ده بجد كان التكريم، ان انا حسيت ان انا فعلا يعني عملت للناس دي حاجه، ونفسي ان انا اعمل لهم اكتر من كده. احنا قعدنا مع نماذج كتير جدا، كلها نماذج مشرفه، مفيش اي حد يقل عن التاني في حاجه، بس هو طبعا يعني الوقت هو اللي بيحكمنا. فبالنسبه لي كان احنا نفسنا ان احنا نتكلم عنهم كلهم، واتمنى ان احنا يكون في فرصه وفعلا نتكلم عنهم كلهم، لان دي اقل حاجه فعلا احنا ممكن نقدم لهم. فهم بيشكروني، لا بجد انا اللي بشكرهم، واتمنى ان احنا نكون فعلا قدرنا ان احنا نقدم لهم حاجه، دي اقل حاجه هم يستحقوها.